مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، مباراه العوده في دور الربع النهائي من بطوله الدوري الافريقي، البطوله المستحدثه والوليده واللي ان شاء الله يتوج بها النادي الاهلي في اول بطولاتها باذن الله رب العالمين. بالطبع مباراه الذهاب انتهت بتعادل الفريقين، تعادل ايجابي بهدفين لكل فريق. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز وان شاء الله تكون بطاقه عبوره للدور نصف النهائي باذن الله رب العالمين. مباراة بالطبع يعني صعبة كابتن أيمن، زي ما قال مستر مارسيل كولر امبارح في المؤتمر الصحفي، يمكن دي بطولة بتجمع الثمانية من أقوى الفرق في أفريقيا وصفوة الفرق الأفريقية، فبالطبع أي مباراة أمام أي فريق هتكون مباراة صعبة بشكل كبير جدا. يمكن مستر مارسيل كولر واللاعبين استعدوا بشكل أكثر من رائع لهذه المباراة، يمكن الفريق تدرب تدريبين فقط بعد العودة من تنزانيا أول أمس والأمس، يمكن تدريب أول أمس شهد محاضرة بالفيديو ما بين مستر مارسيل كولر واللاعبين، اتكلم فيها عن كل ما يتعلق بمباراة الذهاب وكل التفاصيل الفنية وكل ما تم في الملعب سواء جوانب إيجابية أو جوانب سلبية، اتكلم فيها بشكل كبير جدا مع اللاعبين. والحمد لله يمكن التدريب ده شهد عوده عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كانوا غابوا في مباراه الذهاب، سواء محمد عبد المنعم اللي الحمد لله اطمنا عليه، وكمان عوده علي معلول الظهير الايسر، والحمد لله كمان في تدريب الامس يمكن رجع انتوني موديست واللي موجود في قائمه المباراه باذن الله. ان شاء الله كل اللاعبين دي يكونوا دعامه لزملائهم وللجهاز الفني خلال هذه المباراه. يمكن الاهلي يعني اختتم استعداده كابتن ايمن امبارح بمران قوي جدا كان في الخميس مساء على ملعبه بالنادي الاهلي بالجزيره، يمكن طبعا التدريب اشتمل في البدايه على بعض الجمل والفقرات البدنيه، ومن بعدها على طول مستر مارسيل كولر بدا ينفذ بعض الجمل الخططيه اللي ان شاء الله ينوي تنفيذها هنا في المباراه باذن الله رب العالمين. كل الاجواء كانت مهيئه الحمد لله رب العالمين، وكان التدريب اكثر من رائع. من بعدها على طول اصطحب الجهاز الفني 23 لاعب للمبيت هنا في فندق الاقامه بالقرب من استاد القاهره. يمكن كل الامور مهيئه باذن الله رب العالمين ان احنا نشوف مباراه كبيره، وباذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، وباذن الله يحقق الفوز ويصعد زي ما قلنا للدور نصف النهائي. يمكن اليوم كمان النهارده كابتن ايمن في فندق الاقامه كان بادئ بشكل اكثر من رائع، في العشرة صباحا تناول اللاعبين وجبه الافطار، من بعدها على طول الساعه 11:30 كانت فتره الاكتيفيشن والتدريب الخفيف اللي بيتم في فندق الاقامه، ومن بعدها كان الغداء في تمام الواحده ظهرا. حالا دلوقتي وانا معاك كابتن ايمن، يمكن خلاص الفريق زي ما نقول يعني بيضع الرتوش الاخيره من سواء مستر مارسيل كولر او اللاعبين، والمحاضره الفنيه اللي هيتم فيها الحديث او اخر كلام عن مباراه اليوم باذن الله رب العالمين. ان شاء الله التوفيق يكون مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ويكونوا موافقين في ان شاء الله تنفيذ كل ما يتعلق بهذه المباراه، وان شاء الله من بعدها التحرك لاستاد القاهره، ومعانا دعوات الملايين من جمهور النادي الاهلي بالفوز ان شاء الله، وكمان الالاف اللي موجوده في الاستاد ان شاء الله تكون النهارده في استقبال النادي الاهلي وتكون دعم للفريق. زي ما اتكلم مستر مارسيل كولر ان هو سعيد جدا بوجود الجماهير هنا على ارضنا في استاد القاهره، كمان مع حمد الشناوي يمكن واللاعبين الكبار، اجتماعات مستمره هنا في فندق الاقامه بيتكلموا عن اهميه المباراه ونسيان مباراه الذهاب والتفكير فقط في تفاصيل مباراه اليوم. ان شاء الله يكون التوفيق معاهم، وباذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي، وان شاء الله تكون اضافه جديده للنادي الاهلي وبطوله جديده في تاريخه، وباذن الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم واحد. كمان الكابتن ايمن تفضل.